أكيد طبعا، واحد من فواكه الكرة المصرية، واحد من حريفة النادي الأهلي اللي كنت بتستمتع بيهم في الملعب، وأنا بستمتع كمان لما بيكونوا موجودين معانا بشكل شخصي هنا في السادسة، كابتن محمد عبد الجليل ضيفنا النهاردة. مساء الخير يا كابتن محمد، وأهلا وسهلا بيك. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا، وأنا مبسوط جدا ببقى معاك. والله يا أحمد بحس إن إحنا والله أنا من اللحظة اللي بعرف إنك وافقت تشرفنا في الاستوديو ببقى منتهى السعادة. ده بيتي طبعا، بيتك طبعا، ده أكيد يعني، ده الأهلي، وانتوا جايبين صور حلوه قوي كمان ليا. مبروك مبروك التاهل اللي قبل نهائي دوري الابطال. والله مبروك فعلا على جمهور النادي الاهلي، يعني فرقه من الفرق اللي صن داونز دي فرقه رخمه يعني، عارف حقيقي. بيلعبوا كوره حلوه وكوره سهله، بيلعبوا كوره حلوه وجميله، بس برضو عارف ما تحسش ان هم مخربشين يعني. او يعني مش اللعب العشوائي اللي يخوفك، ما اصل انت في فرق بتنقل نقلتين وتروح مدخلك جوه ال 18 فيعمل لك دربكه شويه. هو الراجل موسيماني ارى الليله بتاعتهم من الاول، ماتشين ساب لهم الاستحواذ وسلبهم، ولعب برامي. مش المره الاولى اللي يلعب فيها موسيماني بالطريقه دي؟ لا يعني لا. في ماتشات كتير لا، اللي عملها فايلر. عملها مره فايلر مع سان داونز برضه. ايوه، حط محمود متولي قدام الاربعه. ايوه، نفس الراجل اللي عمله، بس حط رامي ربيعه المره دي. هو بيني وبينك انا لما شفت التشكيل قلت موسيماني بيلعب قمار، ما اصل بقى له كتير ما بيلعبش كده، فيا ترى هيجازف ويلعب. حظ الراجل ده حلو، معاه الشناوي ورا، معاه فرقه محترمه، معاه جمهور محدش ولا حرج، معاه اداره واقفه في ظهره، وهو كمان مش عيب ان انا اقول مدرب محظوظ يعني. اصل التدريب ده ممكن يا احمد يبقى 70-80% مهاره وشطاره وتكتيك وتكنيك، ولازم يبقى فيه 20-30% توفيق وحظ. بس هو ما خذلناش في ولا مواجهه مهمه ولا بطوله او ماتش او لقاء صعب او كبير. دي حقيقة. يعني كنت بتكلم في بدايات انه ظروفه مع الاهلي صعب على اي مدرب. يعني من اول ما تولى المسؤوليه جينا زنقناه على طول في قبل نهائي ونهائي دوري ابطال، وجينا زنقناه في دوري وكاس، ومع ذلك حقق. راح بطوله كاس عالم انديه لعب ثلاث ماتشات حلوين ورجع لنا ببرونزيه ولا اروع يعني. شكرا جزيلا. حتى في مشواره مع دوري الابطال السنه دي كنا شويه مش عاجبنا اداء الفرقه، خصوصا في الماتشات المحليه. ده حقيقي. وحصل لنا شويه مطبات كده، لكن دايما كان حاضر يعني. ماتش فيتا كلوب في الكونغو اتعادلنا هنا، رحنا هناك لازم نكسب، قدمنا ماتش محترم جدا. سان داونز واحنا جايين هنا، انت عارف انه رمضان كان الاهلي ضرب مفيش شتيم. يعني بصراحه مفيش فرقه بتلعب ثلاث ماتشات كل ست ايام يا كابتن محمد. عندك اصابات، عندك غياب للعيبه مهمه زي حمدي فتحي، علي معلول، عندك لعيبه مش فورمه بقى يعني، بتحاول ترجع راجعه من اصابات، فلسه ما استعدتش لياقه الماتشات. ورغم كده رايح تلعب سان داونز، واحده من اقوى الفرق في دوري الابطال في النسخه الجديده. وقدرت تكسب هنا 2-0 وتتعادل معاهم 1-1. شابوه طبعا. بص، انت عمال تدافع وانا عايز ادافع، والكباتن في القناه في التحليل بيدافع. احنا مش متعودين يا احمد كلاعيبه الاهلي. ايوه. او جمهور الاهلي مش متعودين على الاداء ده. بنكسب وخدنا بطولات مع الراجل، دوري، كاس، سوبر، تالت عالم، بس احنا من جوانا بنحب الكره الحلوه. اكيد، مفيش شك طبعا. الاهلي اللي هو بيتغذى كده بالكوره الجميله والمتعه والمهاره بتاعت اللعيبه. فانت طب انت فتحت لي سكه حلوه. اتفضل. انا لاول مره من فتره طويله هبتدي القائمه بتاعتي تكتمل. تمام. يعني ان شاء الله باذن الله. احنا شفنا علي معلول نزل بتدريبات جماعيه، حمدي فتحي ان شاء الله راجع، محمد محمود الولد ده الحقيقه واحد من اكيد لا. انت حريف كبير. وعارف محمد محمود عامل ازاي. الله يعينه. ناصر ماهر يعني اعتقد انه شويه بشويه برضو، هو ناصر شخصيا كمان عايز ياخد فورمه عشان الاولمبياد. فالقائمه بتاعتك هتبتدي تكتمل، ضغط الماتشات يبتدي يقل. يعني فكره دوري المجموعات بتاع دوري الابطال خلاص ما بقاش فيه، الضغطه بتاعه الدوري المحلي ما بقاش فيه، هتلعب دلوقتي تاخد نفس عشان اصلح المسار والاهلي يقدم الكره الحلوه اللي جماهير النادي الاهلي اتعودت عليها. نعمل ايه يا كابتن محمد؟ هو الاول الدفعه بتاعه ان انت توصل قبل نهائي دي حاجه محترمه جدا. أيوه. ان شاء الله 5 ايام يرجعوا لنا بكاس السوبر، يبقى دفعتين تبتدي تخش الدوري.
والدوري السنه دي يا احمد مش سهل. الزمالك فرقه رخمه في الكوره، واللي ما يقولش كده يبقى مش بتاع كوره. أيوه. او مش لعيب كوره. هيتعبك في المنافسه، هيتعبك. لا هيتعبك، لان فريق الزمالك دلوقتي بيعرف هو خد منك البلس 90 دلوقتي. يعني ابتدى يكسب في البلس 90. أيوه. اللي ما كانتش عنده، فانت تخاف منه. انما الاهلي معروف ان هو في الزنقات هيعدي. رجوع اللعيبه علي معلول ده، ما يعني انا ما شفتش لعيب بيفرق مع فرقه زي ما فرق علي. ليه؟ أيوه. انت طريقه لعب النادي الاهلي. طب تسمح لي اقف عند علي معلول؟ طبعا.